وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الكلمة إلك ببرنامج الكلمة إلك لليوم رح نعرفكم على شخصية المرأة السامرية اللي التقت بيسوع على البير ودار الحديث بيناتهم حول الماء الحي والعبادة الحقيقية مع الخوري الدكتور ميشيل صقر رح نتعرف أكثر على المرأة السامرية وضيف حلقتنا لليوم الممثل الكوميدي بيير شاماسيان أهلا وسهلا فيك أبونا فيك باسكال بداية حتى نشوف المرأة السامرية قد هي معروفة من خلال هالفوكس بوب نشوف سوا شو جاوبوا المشاهدين منتابع المرأة السامرية المرأة السامرية المرأة السامرية اللي عمل عمل مسيح عجيبة على البير يلي عمل مع عجوب المسيح كلنا مرأة سامرية لازم نآمنوا المرأة السامرية من بغداد اه هيدي ما كثير هيدي مش حافظتها كتير سامرية هيدا عم تحكيني كأنه عم تحكي مثلا فارسيين او مثلا العرب او اوروبيين او الرومان المراه السامريه يلي كانت عم تعبي مي من البير والله اعطيني مي تاشرب ما هي شو قلتي لي اسمها للمدن الساميرية بدي بدي استعين بمعلوماتك السامريين شو بيكونوا مثل مثل الفينيقيين مثلا شغله هيك مثل ما شفنا ابونا قسم عرفه وقسم ما عرفوا للقسم اللي رح نعرفهم اكثر على المراه السامريه تفضل يعني اولا وين السامره وين بتصير هذه السامره جغرافيا هي المنطقه الوسطى او المحافظه الوسطى بين شمالا الجليل وجنوبا اليهوديه وبيفيا يعني هي اساسا بس فينا نقول قضاءين او صبتين عائلتين اذا بنشوفهم هون على الصوره عندنا منسى وإفرائيم يلي يعني هن اولاد يعقوب منسى وافرايم هن اولاد يعقوب هيدي هي السامره اولاد يوسف لبركن يعقوب من هيك بيقول الانجيل بالايه 5 نبع يعقوب هو في مدينه سوخار سوخار هي شكيم يعني كمان فينا نطلع هيك على منطقه السامره باللون الاخضر هوني عندنا شكيم والسامره هيدي هونيك يعني صار هالنبع اللي هو نبع يعقوب بهالمدينه لي وهب يعقوب لابنه يوسف هيدي الفكره مشان هيك وقت اللي بيقول الانجيل بالأية أربعة كان عليه ان يمر بالسامره انا برايي ما كان عليه ان يمر جغرافيا بالسامره لاجعه من الجنوب إلى الشمال المرأة الطبيعية الجغرافية هي على نهر الأردن على آهيا من بيمرق بين الجبال الوعرة إنما كان عليه رسوليا يسوع أن يمر بالسامرة يلقي فيها البشارة هذا جغرافيا أما تاريخيا العداوة بين اليهود أبناء الجنوب والشمال السامرة بدأت من زمان بدأت منذ وقت فرجاتكم هذه الصورة الخضراء والحمراء انشقاق المملكة سنة 935 مات سليمان الحكيم وانشقت المملكة إلى قسمين هالانفصال هيدا تابعوا انفصال آخر سنة 720 وقت اللي إجوا مملكة أشور وأخذوا هالسامريين كلهم إلى الجلاء بنسميه تهجير السامريين وحل محلهم وثنيون وغرباء اختلطوا بأهل السامرة زادوا ألهتهم على الإله الحقيقي وهيك سموهم اليهود مشركون بالقرن الرابع هذا من بعد ما رجع أصلا منهم عمروا هيكل بهالجبل بهالبير جبل غريزيم أصبح صار اسمه وكان الحج لألون يلي يضاهي جبل أورشليم وهيكل أورشليم وسنة 128 اللي زاد العداوة وأنه هيدا الملك او الرئيس الكهنة والملك اورشليم راح الى الشمال وهدم لهم هيكلهم بأورش... بجريزين وايام المسيح ايام بيلاطس بنعرف انه طهد الكثير منهم ولكن لسوء الحظ هني شاركوا بهالانتفاضة اليهودية اللي صارت ضد الرومان فقتلوا وسنة 67 ذهبوا في مهب الريح، بطل في عنا سامريين. شو كان إيمانهم الدين؟ فينا نقول كانوا يؤمنون بكتب التوراة الخمسة فقط يعني لأنه هن انفصلوا عن اليهود مش كل العهد القديم هو كتاب يؤمنون بإله واحد يؤمنون بالشريعة والوصايا العشرة صاروا ثلاث أمور فإذا التوراة الخمسة إله واحد أكيد بالشريعة والوصايا بجبل اسمه جبل غريزيم يلي هو الجبل حسب رأي أراده الله للعبادة وتقديم الذبائح وخامسا يؤمنون بموسى كنبي وحيد سيعود تائب بسموه بالسرياني أو التوبة بالعربي حتى تاب يعني عادة فإذا هو التائب أي الذي سيعود الراجع في نهاية الأزمة إذا بدنا نحكي شوي عن الحوار يلي دار بين رجل وامرأة بهيدي الحقبة شو فينا نقول عنه وخاصة أن سامرية وكنا نعرف كمان أنه ما كانوا يحكوا مع السامريين وكيف بعد امرأة لم يكن حديث يسوع يعني مع رجل سامري هيدي مهضوم انه يسوع بيحكي كثير على لكن كان مع امراه سامريه وهذا اللي يعطي قيمه اولا نحكي هيك قيمه وكرامه للمراه يلي هالقيمه والكرامه يمكن كانت شوي مفقوده عند هذيك الشعوب بهذيك الع... لكن برايي بعد في فينا نشبه اللقاء للقاء, للقاء الاباء الاولين بالعهد القديم مثلا اسحاق برفقه يعقوب براحيل موسى بصفوره وحتى فينا نقول كالهوت العهد الجديد توبة اهل السامره بالاخر هو بمثابة زواج جديد بين الله وشعبه. يعني هيدي اهمية شوي هالمرأة السامرية، لكن الحوار هو الاساس اللي بيضل يلي فينا نلاقي فيه الحوار بالفصل الرابع من انجيل يوحنا هو حوار على مستويين. مستوى بشري سطحي مادي طبيعي، والمستوى الثاني اكثر رمزي معنوي وروحي ذات معنى. وهون هالموضوعين اللي نحكوا نحكى موضوعين موضوع الماء الحي وموضوع العبادة موضوع الماء الحي بيقول ما هي الماء في الكتاب المقدس هي أولا الماء لي أول على المعنى السطحي هي تروي العطش لكن مش هيك يسوع عم بيحكي الماء هو اللي بيصير نبع حياة هو التعليم هو الإنجيل هو الكتاب المقدس العهد القديم هي الكلمة هيك بيقول يشوع بن سراخ قالت الحكمه انا كساقيه من النهر اسقي بستاني واروي زهرائي فاذا بساقيتي قد صارت نهرا وبنهري قد صار بحرا هيدي فاذا بسراخ الفصل 24 الايه 30 مهمه انه الماء هو كلمه الله هو ايضا الروح القدس هذا تادم معنى للماء بمعنى الروح القدس يلي بياخده يلي بيعيش فيه هو عطيه الله الفضلة نتذكر الولادة الجديدة من الماء والروح مع نيقوديموس وثالثا الماء رمز إلى العماد المقدس لكن إن كان العماد أو الروح القدس أو الكلمة التي تعني الماء كلهم اللي بياخدن هالثلاثة بيتحول إلى نبع هي اللي يقوله يسوع بمعنى اللي بيأخذ هالكلمة يصير مبشر اللي بيأخذ الروح القدس بيصير يفيض مواهب بالكنيسة واللي بيتعمد بيصير حتى في عنا قانون يقدر يعمد بحال الضرورة هذا كان الموضوع الأول اللي اسمه الماء الحي أما الموضوع الثاني الأساسي هو أصلا العبادة لأنه كمان هون السامرية بلشت بمكان جغرافي نحن بنعبد بهالجبل واليهود بغير جبل اسمه أورشليم يسوع ما حكي عن المكان حكي عن نوعية العبادة تأتي ساعة فيها يعبدون الآب لا في هذا الجبل ولا في أورشليم فيها العباد الصادقون يعبدون الآب بالروح والحق هيدي بالآية 20 يعني عم نحكي عنها بفصل أربعة من يوحنا فإذا المرأة السامرية موجودة بيوحنا الفصل الأربعة وهون أيضا يسوع رفع مستوى الحوار من مستوى سطح أرض إلى مستوى أهم المسيحيين ليسوا أول شيء الديانة ليست ديانة كتاب هي ديانة شخص متجسد هو يسوع وأيضا المكان للمسيحيين ليس المكان ليست القبلة، ليس المكان الذي يشفي الذي مش هي الكنيسة مثلا سيدة ما بعرف مين، أو هالمقام أو مربط بروما، آه، بروما، نحن غير يعني ليس المكان الذي فيه هو الأساس، نوعية القلب ديانتنا هي في القلب نوعية الإيمان هذا ليس المكان الذي يشفي إنما الإيمان من التفسير لعبارة يعني الروح والحق يعبدون الآب بالروح والحق هل المعنى الثالوسي أن العبادة تتم بقوة الروح القدس وبالحق يلي هو قال عن حاله أنا الطريق والحق والحياة يعني بيسوع عبادة الآب تكون من خلال الروح القدس ومن خلال يسوع لكن أنا برأيي بغض النظر عن تفسير اللاهوتية ما يريده يسوع هو عبادة بالقلب يعني ما في داخل الإنسان ليس الديانة المسيحية شعائر خارجية لترجيات تبخيرات أو مظاهر الديانة هي في القلب مهمين هوديكي يعني هيك فينا نقول إذا بدنا نلخص الحوار مع السامرية حول الماء الحي وحول العبادة الحقيقية هيك بشر يسوع السامريين وقالوا له بالآخر ما عدنا نؤمن من كلامك فنحن سمعنا ونعلم أنه مخلص العالم حقاً هيك الواحد منا فاذا مثل السامريه والسامريين اذا اقمنا علاقه شخصيه مع يسوع نعرف عندها انه مخلص مخلصي الحقيقي مخلصي الشخصي بقيه الالهه صغيره من مال لان يعني بترس وقت او سلطات مراكز سلطان وغيرها هالامور الصغيره ابدا ما تخلص يسوع هو المخلص بعد الخبره بعد العشق مع يسوع بعد قراءة الإنجيل بعد الحياة الروحية وهذا الأساس بالحوار مع المرأة السامرية نحن بنشكرك دايما على كلامك أبونا وكمان بعد بنشوفك بحلقة ونتعرف أكثر على شخصية جديدة من الإنجيل مشاهدينا خليكن معنا الممثل الكوميدي بيير شاماسيون رح يطلع عليكم بعد شوي بلقاء معنا منتابع معكم حلقة اليوم من الكلمة إلك مع الممثل الكوميدي بيير شاماسيان اهلا وسهلا فيك هلا كيفك اليوم؟ انا منيح انت كيفك؟ انا كثير منيحة والماما الماما والبابا كيفهم؟ نحن لما نشوف بيير شاماسيان دائما بدنا نضحك والبسمة بدها تكون على وجهنا، ما بنعرف الناحية الروحانية عنده كيف ولا مرة حدا سألك عنها، فحابين نتعرف عليها اليوم، في عندك هيك كوتي ما بتبينه ابدا ولما تكون هيك عم بتصلي بتكون بغير كاركتر <applause> اللي دائما بنشوفك فيه يعني ليكي عادة انا بروح على الكنيسه لصلي بالنهارات يعني مش يوم احد <applause> لحتى ما ازعج الناس يوم الاحد بالقداس مثلا مجربة كذا مره بس فوت على بتكون مجبور روح على القداس او مناسبه دينيه صيروا الناس بس يشوفوني يلتهوا فيي يضحكوا ما بحب انه ما بحب حتى انا التهي بغير شيء بس فوت مثلا عند الله بدي صلي في عندي طلبيات مثلا بدي ديليفري من الله مم. مثلا عندك كثير عادة اشياء لا عندي شغله واحدة بس الصحه مم. بقى بحب هيك انفرد وصلي لوحدي من دون من دون ما يكون في حدا من دون ما حدا ينتبه انه احسن ما هداك يلتهي فيي ما بدك تخطيهم يعني مش بس انت ايه 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 لا اه كون سبب لخطي. حتى وقتي يعني بطرق مشوار من بيروت على الجبل عبد بزمار مثلا اه بالنهارات فوت على الكنيسه صار لي لان دار بزمار انا عشت فيه ثلاث سنين كنت بدي اعمل خوري ايه, أي ايه. استغربت ايه عن جد استغربت كان بدك تعمل خوري قبل ما تكون بالتمثيل وقبل ما تكون قبل 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 ما اكيد قبل ما اتجوز كمان يعني قعدت ثلاث سنين وبعدين و... ما مشي الحال ما مشي الحال ما مشي. مع اداره الدير يعني أوكي. مش انه انت فيك تتخيليني مع ربك. انا مثلا خوري ايه أي لا أم لا لا أه لا بس صراحه هلا مؤخرا في اقتراح أه من المطارنة اللي اصحاب يعني كنا بفرد صف هلا صاروا كلهم مطارنة عم بيجربوا يطبقوني انه اعمل خوري هلا هلا ليش وفيقون يعني. ما بعرف قال فيك تتصور مثلا بيير شاماسيان عم بيقدس و رح يكون في عدد <applause> عدد الناس اللي أنت <applause> رح تستفيدوا من اسمي يعني صح لا بس انا عن جد كنت لما كنت بالدير كنت حس انه هيك عندي دعوه <applause> وما مشي الحال ما قدرت اعمل خوري بس على طريقتي انا عم كفي هالدعوه قد ما في بساعد الناس قد ما في بخدمهم على طريقتي انا مثلا بعمل زيارات للايتام للمأوى العجاز وللمستشفيات مين ما طلبني خاصه فتره الاعياد يعني بعمل بابا نويل بوزع هدايا وعلى طريقتي انا على طريقه بيشاماسيون يعني. طيب آه، نحن بنعرف انه اللاهوت دعوه واوقات الواحد بيصير شيء هيك اكبر منه حتى يدعيه يخوض هيدي الطريق، شو صار معك تحسيت انه انا حابب اعمل لاهوت وحابب كون خوري؟ لكن من انا وصغير بحب ساعد الناس، بساعد م. اصحابي، بساعد بعطيكي مثل مثلا آه، لما كان عمري سبع سنين يمكن او او سته او سبعه هيك شيء. كنا بالحي ومرق هيدا اللي ببيع رانيس درة ساقبت معي مصاري أنا اشتريت وحدة في اثنين من أصحابي صاروا يطلعوا فيه هيك إنه نيالو بيير كان عندي إجة بتذكر إجة فخار فتلا جوا كسرت الإجة أخذت مصاري رحت اشتريت لهم, لهم كمان من انا وصغير بحب هيك ما بحب شوف وجوه هيك عابسه او زعلانه زعلانه بحب هيك الابتسامه على طول على وجه الكل وهيدا اللي عم تجرب تعمله هذا اللي عم جرب اعمله ايه فنك هلا ما تساليني انا مين بضحكني لا لا نحن مش غير برنامج بسألك ايه هيدا ايه السؤال بس إذا بدنا نحكي عن إذا صار معك شيء معين محطة معينة بحياتك صليت بقوة حسيت إنه الله استجاب لإلك وحتى كيك على طريق يمكن بتشكره دايما عليها يعني عادة أنا من النوع اللي بصلي كل يوم من عبكرة على الوعية، من عشية قبل ما نام بس دور السيارة بس أوصل محل ما عم بروح بشكر الله أنه وصلت خاصة بلبنان يعني صلاة بضلني صلي عادة الناس بيطلبوا مني بس يعرفوا انه مثلا طالع عمار شربل بيقولوا لي انت الله بيسمع منك ضوي لنا شمعة و... واوقات بيشكروني بيقولوا لهم صليت لك وضويت لك شمعة بيتشكروا بده يكون بيسمعني ما بعرف أو... او عندي طريقة حكي مع مع الله خاص لالي مش انه من النوع انا بحكي مع الله كاني عم بحكي مع صاحبي م. انه عادي انه عمول معروف انت بتعرف احسن مني شو عايزين البشريه شو عايز المريض شو عايز الفقير ما شو ما بتطلب لك تطلب لغيرك انا قلت ب... لك انا بطلب شغله واحده بس الصحه مم. والبقوة كلهم طيب بالبيت مين بيعلم الاولاد على الصلاه وكيف انت معهم وقد بتكون هيك مثلا معهم بفترات صلواتهم اذا الاحد هن كمان بي... ليك انا عندي صبي وبنت م. الصبي شوي بعيد عن عن الدين وعن الكنيسه مع الاسف يعني بس بنتي بنتي ومرتي كل تنين مثلا بيطلعوا على بلونه على كنيسه سانت تيريز كل تنين كل تانين بيصلوا بيروحوا مثلا راحوا مرتين على غوريه راحوا على لورد راحوا على فاتيما بقى مرتي مستلمه بنتي كتوجيه ديني بس ابني ما جربت تحطه على طريق يعني عليك الجيل الجديد مثلا عاده اي نهار بيروح على الكنيسه الاحد حرام عم نحكي عنه هلا كانه لا, 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 لا يعني بس انه الفكره هو ما ولد اساسا مم. يعني هو بيقرر هو بيقرر بس انه دليني على حي واحد من الجيل الجديد ما بيسهر سبت عشيه مش مشكله قد ايه عمره 33 اوكي اه <applause> يعني عم عم نحكي عنه خلص هلا خالف ما <applause> اتجوز وتطلق ايه؟ آه <تصفيق> <تصفيق> طيب بيير انت من خلال مسرحك يعني في رساله معينه فيك توصلها بطريقه ما يكون عندها هيك روحانيه معينه تساعد حتى تغير يعني بالنهايه انت من خلال تمثيلك عم تنقد وعم تنتقد وعم بتجرب تغير شيء بواقعنا بي فقد ايه بتحس كمان هيدي رسالة يعني ليكي اه ما في شك انه المسرح اه مهم كثير بالنسبة لتوصيل الرسائل توصيل المساجات يلي بدك يا بس بلبنان عنا المسرح ما بيوجه أو ما بيغير أنا شغلتي شوف الغلط وانتقد الغلط واللي عم بيرتكب الغلط والباقي عليهم هن يعني أكيد واحد إذا انتقدته من دون ما سميه بحس أنه هو المقصود انا ما في مني استاذ مدرسه يعني في كثير اغلاط انت بتعرفي عايشين نحن بلبنان والله خلينا هالمسؤولين تنضلنا نشتغل نحنا بس بتذكر مره غيرت شغلي من خلال المسرح كانوا بالزمانات حاطين حاجز للجيش على تونيل نهر الكلب وعطول عجقه 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 من ورا الحاجز وثاقبت وزير الداخليه هناك نهار جاي يحضرنا كان معالي الوزير مرهج ما بعرف أي. حاصله رايح يحضر المسرحيه التقيت فيه بالعجقه انا كمان ومؤخرين انا وياه يعني وصلنا على المسرح قلت كنا انا ومعالي الوزير على بالعجقه انا بدي اتشكر الوزير لانه حاطين لنا الحاجز على التونيل ويا ريت بيوقفوا حدا يا ريت في استفاده من الحاجز ما في الا العجقه تاني يوم شالوا الحاجز خدمت ايه هيدي الشغله ده. الوحيده يعني بس في كثير اشياء اهم من الحواجز هيدي يا ريتني بفهم سياسه بيير <applause> <applause> شاماسيان لما بدك تحكي مع اشخاص لما بدك تساعد في انسانيه معينه بتكون عند كل شخص هالانسانيه بتحسها هي كمان هبه من عند الله الواحد بيعطي اياها حتى يقدر يوصل نقطه نقطه اكيد اكيد اذا الواحد مش يعني نفسيا من جوا من هو وصغير منه خلقه بحب يساعد ما في يساعد ما في يتعلم ما فيك تتعلم ما فيك تعلم الانسان يكون منيح مثلا اذا اذا ما مش بيع من عاداته من, من عاداته يساعد الناس في كتير ناس الاكثريه ما بيساعدوا مثلا الاكثريه اخر همهم غير ناس يا ربي نفسي مثل ما بيقولوا بقى ما فيك تتعلم مثلا البخيل يكون كريم ما في حق خ... خ... مرض في اساس ايه بده يكون في اساس عم بقول من انا وصغير كنت خلي اصحابي يلعبوا باللعب اللي على الكادويات اللي بيجيبوا لي انا أس... اساسا انا مغنج كثير من انا وصغير لان بيي مات بيي كان عمري ثلاث سنين وانا صغير العائله عندي خمس اخوه بقى كانوا يحتاروا كيف بدهم يغنجوني بقى أه... لعبوا هدايا على العيد وكنت خلي اصحابي كلهم يلعبوا انه ما كان عندك روح الانانيه حتى لو ما لهلا هيك زي. ومرتي بتنتقدني لهالشي لي انت اللي الوحيد عندك قلبك طيب انا انا خلقان هيك ما في غيرك احنا مبسوطين فيك لان قلبك م. طيب وان شاء الله دائما الله بيعطيك القوه حتى تضحك اكبر عدد ممكن من الناس وتضل متواجد بيناتنا يا رب الله يسمع منك نحن <applause> بنشكرك واهلا وسهلا فيك هلأ. ينعاد عليك عليك مشاهدينا اكيد انطرونا دائما مع حلقات جديده من الكلمه لك